سلطان الهاجري معتك العياض وسع طيان الشباب من فرحتهم والله اني ياشرون يرفعون يدين فاعذروني دقيقتين بس وبعد راح يكون فيه شيله ولعب بعدين نقلطكم على عشاء الله يحييكم في محلكم ولا زال للمجد بقيه محمد الودعاني وش تقول؟ اقول عندي مداخله بيض الله وجهك يا شاعرنا شاعر العرب على مداخلتكم تقول خطر الليدي وخوال الملوك وانتم خلا الله شده انسبانا وعوانينا ونحبكم ونودكم طلع على بالي قصيده للشيخ عايض القرن يقول تمطر بواد الدواسر تسقي الحله في سبعه ايام وادي الجود سيالي اهل الجفان رجال الرمح والسله صون العذاره هم حمايه التالي ارض التمر والجمر والعود والدله اولاد زيد اليوث المرقب العالي خوال صقر الجزيره ناصر المله كم زعيم يقول الدوسري خالي الله 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 تعليقك عندي مداخلة بسيطة نعم للشاعر وصل عطياني اللي يحبه وتعجبني فلسفته اليوم شاعر القمة يقول ماني بشاعر والشعر ابتلاني كل ما صديت للزمن يخطامه شاعر مرهي وخدمني لساني مستعد احط هامه فوق هامه ام دحت ارفع على سهيل اليماني وانهيجت ادفن تحت ساحل التهامه بعفاك سمع عبد الله المري الابيات اللي عديتها اللي بيسمعها بصوت اخونا المبدع ابراهيم عواد ابراهيم عواد الظفيري اول حاجه الله يحييكم ويطول عمركم وانا عندي طلب بسيط امام الجمهور وامام اخواني وامام مدير القناه وعندكم انتم الشيخ عايض